طاقم التحكيم كما هو على الشاشة الحكم من بوروندي بازيفيك حكم هذه المباراة بعون كل من نجوج ألبس الكاميروني وأيضا أوكيلو الأوغندي وحكم رابع إيريك أوتوغو طبعا من الجابون رضوان جعيد زكريا الونيس وطبعا مشرق كربوني طاقم تحكيم الفار بقيادة رضوان جعيد سمير نوركوفيتش خطر جدا أول كورة وأول تحرك هنا من جانب اللاعب بلوم شوف أمامنا هنا وده الانتظار كرات العالية دايما بتتلعب استلام على طول علي معلول كرات النادي الأهلي كرات العالية الرأسية هنا المحاولة لقاءات الأخيرة اللي شارك فيها أصبح إضافة هذه الكرة القصيرة حسين الشحات اللي بينطلق عامل مباراة مميزة حسين والتدخل لما كان حكم في نصف النهائي انطلاقة حلوة من أفشة لما حلوة أفشة عايز يطلع علي معلول في الجنب اليمين أكرم يلف كرة حلوة قوي على القائم البعيد مهم الكلام ده مهم جدا الكلام ده الكرة اللي بتتلعب دخل منطقة الجزاء الاستلام محاولة طاهر طاهر محمد طاهر أمامنا هو أول كرة وأول ظهور لطاهر مرة تانية أفشة ولد على القائم البعيد لكن طويل راس للخطير سمير نيركوفيتش خطر لازم ما يبقاش فيه المساحات دي هذه الكرة السريعة اللي بتتلعب وادي حسين الشحات هيثبت ويعدي عدى الشحات ممكن يعمل عرضية لكن تدخل أمامنا هو إلى خارج الملعب وهي ملعوبة على القائم الأول محمد الشناوي الصراع موتوه لكن يا سلام على طول ترني لم حلو قوي ويرجع مرة تانية استلام على طول الشحات على طول الهات وخد السريعة الرأسية لكن المرة ساندا أكرم يلف كرة حلوة قوي يا ولد ملعوبة حلوة لمحمد شريف ومرة تانية قفشة ما مالتش الكرة لكن هجمة حلوة شوف الدفاع والكرة التانية مهمة طاهر مرة تانية يا ولد على البينية حلوة محمد شريف حاول محمد يصلح كرة إلى حسين الشحات لازم أنت تطمع الكرات اللي كانت ظهرت أدي الكرة الرأسية كرة علي معلول هدفين وسجل في نصف النهائي هدف أمامنا الكرات اللي بالعرض أدي استلام ولكن هناك آد باركر تحرك في الجانب الشمال محاولة من جانب هابي لكن يلحقها الشناوي وخطر كمان اللاعب مطوه دايما على القائم الاول هنا هل يزق ويتحرك امامنا علي معلول عايز يلعبها البعيده الشحات اللي راح امامنا هنا ويساند في الجبهه الشمال وتتشال حلوه خلف مره ثانيه يسند على عمرو السوليه تزيد احد الحلول امامنا الكسر التكدس والتكتل الدفاعي ولكن كره السوليه تطلع الى خارج الملعب والنهائي اللي كان اقيم في مصر في القاهره كره حلوه قوي ملعوبه طهاره تلعب دور مهم لعبها حلوه قوي وادي علي معلول علي لو عملها الورا عملها الورا علي معلول مجدي قفشه تغيير اتجاه هل يسدد اللدغه لكن فين الكره الى خارج الملعب يعني عندما يسدد النجم محمد حلوه قوي فيجن عنده عالي قوي اكرم توفيق الى طاهر محمد طاهر لكن تطلع على خارج طاهر محمد الى المسانده هنا قفشه راح في الجنب اليمين عملها حلوه قوي لكن الكرات طبعا اللاعب مافيليلي اللي بيحاول مافيليلي تحرك جديد تمرينيه حلوه ادي الكره انفراد وركله الجزاء انفراد وعايز ياخد ركله جزاء محمد شريف امامنا شوف الكره اتعملت حلوه قوي واحده من الكرات المهمه البينيات المهمه هابي ماتشياني هو اللي داخل يعني بقوه لا مش ميركوفيتش طبعا هو اللي دخل معاه بقوه اكرم توفيق حكم اللقاء يرجع الى الفار حكم اللقاء يرجع للفار قد يكون الغاء الانذار وهي طرد بالفعل اذا نادي لعب 4-4-1 بعد حاله الطرد والكرات اللي في العمق لسه بنتكلم على الكرات اللي في العمق الكره الملعوبه النادي الاهلي عمرو السوليه يعمل كره بينيه حلوه في العمق امامنا ما هاجمش كتير اكرم في الشوط الاول هل هي تعليمات راسيه معلول لعبها حلوه قوي استلام حسين الشحات يفكر يلم فكر يسدد هي اللمه يا ولد الثانيه في البعيده يا راجل الثانيه في البعيده لكن امامنا اهو الاهلي الشوط الثاني يبدا ببدايه مميزه وحسين الشحات اللمسه الاخيره بص على اللياقه البدنيه العاليه القوه اللي عندهم التحرك محمد شريف الاول ايش محمد شريف الاول هو الاول دائما محمد شريف يا ولد يا الاهلي سجل امامنا هنا التمريره الحريريه اللي وصلت محمد شريف امامنا هنا في هذه اللقطه يضعها الحريف بص الكوره الحلوه بص امامنا هنا الدفاع قفشه ولد لعيب هي الثاني يلا قفشه لدغه قفشه هي تخلص الكوره لدغه الاهلي يا ولد يحوم كالفراشه
ويلدغ كافشة ويلدغ كالنحلة لدغها أمامنا هو في المرمى. هدف إيه؟ هدف مزيكا، مزيكا دي مش كورة، دي مزيكا. الأهلي، الأهلي يسجل كده. محمد شريف وادي يا ولد اللمسة، يا عيني يا عيني يا عيني. الأهلي كمان وكمان سجل يا سلية، سجل يا سلية، سجل يا أهلي. والهدف الثالث، الأهلي يتلاعب بكايزر تشيفز زي ما قلت لحضراتكم. الأهلي خلاص زي ما جاب الأول هيجيب الثاني ويجيب الثالث، وعمرو السلية يؤكدها بالثلاثة. الأهلي